للمزيد تنضم إلي فرح مراد، محللة أولى الأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا بك فرح. شكرا داليان، ثانك يو. فرح، لنبدأ من التخبط الواضح الذي يعني كان هناك توقعات مختلفة حول أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام. ما هو الداعم القوي لاستمرار التشديد أم التخفيض؟ التشديد. هلا بتصور هذا السؤال مهم، لانه اذا بنبلش نشوف التغير اللي كان في الاسواق، ان كان بتسعير الاسواق او من اللهجه من الفدرالي كمان، نوعا ما كانت مثل التوقعات. يعني بنشوف السوق بدايه العام او حتى شوي ابكر كان متوقع هذا العام يكون في عنا تراجع او تقليص الفائده 6 مرات، كان نوعا ما ايجابي زياده عن اللزوم. ولكن حتى وقت رجعنا شفنا تشدد اكثر، لا تزال الاسهم ترتفع، لا تزال الايجابيات كمان نوعا ما تساعد الاسواق. فهيدي التوناليتي تغيير فيها، بدنا نعتبر الاسواق كانت نوعا ما متفائله زياده عن اللزوم، لم يتحدث الفدرالي عن اي صوره بتكون عم يتوجه فيها لتقليص الفائده اكثر من 3 مرات هذا العام منذ البدايه، ولكن الاسواق كانت نوعا ما متفائله. هلا ليه عم نقلص يمكن هذه التوقعات اكثر؟ لانه طبعا بيانات التضخم لا تزال تظهر انه الضغوط التضخميه موجوده. ما بعرف قديش فينا نعتبر الفدرالي فعلا عم بيكون متشدد بسياسته، ولكن العناوين العريضة عم بيقول انه نحن لا نزال نرى ضغوط التضخمية، لا نزال نرى سوق عمل قوي، وهدول الاشارات الاهم لنكون نحن عم نغير من السياسة النقدية، وما في عنا اي اشارات واضحة انه لازم نقوم بهذا الامر في القريب العاجل على القليلة. هناك يعني رأينا تفاؤل واضح في الاسواق الامريكية، ويمكن عزز هذا التفاؤل ايضا نتائج قوية للشركات. هل تتوقعين انه هناك او النتائج هذه القوية تدل على زخم قوي للاقتصاد قادم؟ يعني انه لازم ناخذ بعين الاعتبار طبعا هناك من المشككين، ودائما انا بحب اكون عم بعمل اداره المخاطر وقت اكون عم شوف الواقع. هلا اكيد البيانات القويه، نحن تقريبا 90% من الشركات في اس ام بي 500 ادلت على ارباحها، كانت جيده، البعض كمان كان افضل من التوقعات، وهذا الشيء طبعا كان عم بيؤدي الى الارتفاعات التاريخيه. ولكن من ناحيه ثانيه مثل ما كنت عم اقول لك، الفدرالي يتحدث عن لهجه متشدده، يتحدث نوعا ما عن استمرار ارتفاع هاير فور لونج الفائدة، مستويات مرتفعة لوقت أطول. ولكن منطلع على الجهة الثانية منشوف البالانس شيت تبعيته ما كانت عم تتقلص بالسرعة اللي كان هو متوقع يخلص فيها، معناتها السيولة لا تزال في الأسواق، والسيولة هي الدعم الرئيسي لهذه الارتفاعات أظن، بعيدا كمان عن الأساسيات لهذه الشركات واليوفوريا في الذكاء الاصطناعي. السيولة من الفدرالي كانت الدعم الرئيسي للارتفاعات، ولا تزال ما عم تتراجع بشكل كبير. طيب فرح، إذا ما انتقلنا إلى الذهب، رأينا تلك الارتفاعات القوية يوم أمس رغم أنه لم نشهد تراجعات قوية على الدولار تعزز تلك الارتفاعات. يعني اليوم هناك تراجعات كما شهدنا، إذا استمر هل تعتقد استمرار هذه التراجعات إلى أين ستصل وما الذي سيضغط عليها؟ هلا كمان لازم نلاحظ نحن بداية هذا الأسبوع هذا الزخم الكبير كان بسبب المخاوف، كان عندنا يعني مرات بيكون السوق كمان عم يرتفع بشكل كتير كبير، لابد من أن نرجع نكون عم نتراجع ونأخذ نفس من النواحي الفنية من المستويات. يعني هالتراجعات مبارح احترمت مثلا الاتجاه الصاعد اللي كنا عم نشوفه فنيا على الذهب، فطول ما أنه نحن مش عم نسكر دون مستويات 2400 أو اللي كنا عم نشوفه مبارح عند 2406، نحن الاتجاه الصاعد لا يزال يحترم. أساسيات كمان الذهب، شراء الكبير للبنوك المركزية حول العالم لا يزال يدعم الذهب. أظن أنه من الأمور الرئيسية لازم يكون عم يركز عليها المستثمرين في البورتفوليو الخاص فيهم هذا العام، إلى جانب السلع بشكل عام. أظن السلع رح يكون عندهم فرصة. طب سريعا، هل تعتقدي أنه العملات المشفرة تدعمها نفس الأسباب التي دعمت الذهب؟ صح، وكمان من الإشارات كمان لكون سريعا، امبارح كنا عم نشوف تراجع في سوق أو أسهم سوق البنوك أو مؤشر كمان أسهم البنوك، ومشان هيك كل ما نكون عم نشوف في مخاوف في هذا القطاع قد يدعم مرة أخرى كمان الارتفاعات في العملات المشفرة. فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.